إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته إنك ولي ذلك ومولاه ثم أما بعد أحبتي في الله اليوم بقدر لي تبارك وتعالى نسترسل كلامنا في برنامج لا يفلح الساحر وكنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية أحبتي في الله مع الإخوة يعني الأخ حميدة والأخ سعد وطبعا تكلمنا على أعراض السحر العامة والسحر الخاصة وتكلم الشيخ حميد الحلقة الماضية على عرض السحر المدفون وعرض السحر العامة التي تتعلق بسحر المدفون وطبعا جاءنا ردود كثيرة لما تكلمنا الحلقة قبل الماضية وتحدثنا على أن القرين لا ينطق على أحد يعني قلنا أن القرين ما بينطقش على حد مش هو اللي بينطق على المسحور أو مش هو اللي بينطق على الملبوس طبعا بعض الاخوه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم انتقدوا الكلام وقالوا لا ده القرين هو السبب في كل المشاكل اللي الناس فيها وهو اللي بينطق على لسان المريض وهو اللي بيخلي المريض يتعب وهو اللي بيخلي المريض يسحر وهو اللي هو اللي بيتعامل مع الساحر مباشره وهو اللي بيعمل السحر والقصه دي كلها. طبعا آه آه طبعا الاخوه تكلموا آه طبعا استرسلوا يعني في الموضوع واتكلموا الموضوع ده بـ بـ بقوه وطبعا النهارده بقدر الله تبارك وتعالى انا ارد على الشبهات التي تتعلق بالسحر آه او مرض السحر والجن وطبعا من آه اول شيء آه كان الناس بتتكلم عنه على طول آه القرين او الجن ايه الفرق بين القرين والجن يا شيخ وطبعا اتكلمت في المسأله دي كتير جدا وقلنا يا جماعه ان هناك فرق بين القرين وبين الجن لان انا حالات بتجيلي كتير جدا عنده لابس في الموضوع الشيوخ واهمينهم ان كل حاجه في حياته من الجن وشيخ تاني وهمه او موصله ان كل حاجه في حياته هي القرين لكن الانسان لازم يكون بين يعني لا يكون في افراط ولا تفريط في هذه المساله واللي بيتكلم في المساله دي يكون عنده خبره وعنده فقه بالمساله دي وتكون فاهم هو بيعمل ايه او بيتكلم في ايه بالظبط عشان كده لما بنتاصل المساله انا خاصه يعني شخصيا لما بتكلم في مساله بنتكلم فيها بضوابط شرعيه وضوابط عقليه لان موضوع الجن والسحر ده لازم يكون عندك انت طريقه الاقناع و و وعندك الحجه انك تكلم الناس بالعقل اللي هو اللي هو اللي هو فاهمه ايه؟ انا انت بتتحدث مع انسان جاهل، وبتحدث مع انسان عنده علم، وبتحدث مع انسان عنده خبره بالمسأله، وبتحدث مع انسان عمي او بتتحدث مع انسان عنده يعني ايه؟ يعني عنده اهتمام بهذه المسأله لكن ما عندوش خبره بها، فبيجمع الموضوع كله او بياخد الكلام من الشيوخ أنه هو ده الصدق. لكن مسائل الجن ومسائل الغيبيه ديت ما فيهاش حاجه يعني باجماع الا حاجات بسيطه جدا علشان كده لازم الانسان يتكلم في المساله ديت لازم يكون عنده اجتهاد شخصي لازم يكون فاهم هو بيتكلم في ايه مش بيتكلم وخلاص فالمساله مساله شرعيه ومساله عقليه انت لازم الشرع يوافق العقل لازم يكون عقلك يوافق الشرع عشان خاطر الموضوع ما ايه ما يكبرش منك ويفتح منك وتلاقي نفسك الاخر يعني بتخالف الشرع في كلامك وبتتهم أن القرين يتحدث على لسان الناس وهذه مصيبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى أنا بنتكلم في هذه المسائل بشدة ولما بنتكلم فيها صوت بيعلى ويعني بي الموضوع بي بي بيزددني سوء صراحة ليه؟ لما لما حد فاهم او حد معالج او راقي بيتكلم في هذه المساله بدون علم او بيتكلم في المساله ان بدون واعي فدي زعلة ان بدون وعي فدي حاجه بتزعل لان انت اكتر او انتو او المعالج او الراقي اكتر حد هو بيتعامل مع الناس في هذه المساله فلو ما كانش المعالج عنده خبره او عنده الماده او عنده الرصيد المادي او الرصيد الفقهي اللي هو بيتكلم فيه في هذه المساله هيضر الناس وهيضيع الناس يعني لما تجي تقول لي ان القرين هو اللي بيتحدث على المسحور يبقى انت بتضيعني عقيديا، انا عقيدتي بتضيع مني ليه؟ ليه عقيدتي بتضيع مني؟ لانك بتتهم ان الشيطان او القرين له علي سلطان. القرين له علي سلطان، انت بتقول ان القرين له سلطان علي بيخليني نتكلم، بيحرك ايدي، بيحرك رجلي، بيحرك دماغي. بيشتت بيشتت جسمي بيعمل لي مثلا تعب في معدتي بيعمل لي سرطان او بيعمل فشل كلوي او بيعمل مغص او بيعمل تعب في معده كل الكلام ده هو طبعا انت بتتهم بيه الجني اللي هو القرين والقرين طبعا بريء من هذه القرين خلقه الله تبارك وتعالى للوسوسه ربنا خلق القرين للوسوسه الذي يدعي ان القرين يتحدث على لسان المسحور او الملبوس فهو فتح الطريق لكل واحد عنده شيء نفسي تعبان نفسي او عنده مشكله في حياته او قرينه ان قرينه يضحك عليه ويبدا يخليه يتكلم على انه جن ودي مصيبه كبيره لان ربنا ما جعلش للقرين عليك سلطان ربنا ما جعلش للقرينك عليك سلطان انه يخليك تتكلم لازم تفهم انت بتتكلم في ايه القرين خلقه الله تبارك وتعالى للوسوسة وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي القرين ليس لك علي ليس له عليك سلطان إلا إنك إنه دعاك وانت استجبت ولا أنت لك على القرين سلطان عشان برضو الإنسان لازم يفهم لا الإنسان له على قرين سلطان ولا القرين له عليك سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لوم نفسك أنت اللي سمحت كلامي لما وسوست لك بالمعاصي، أنت اللي سمحت كلامي لما وسوست لك تزني، أنك وأني وسوست لك تأكل حرام، أني وسوست لك تقتل أو أو تشرب خمر أو تشرب مخدرات أو أو تترك الصلاة، أنا دعيتك وأنت استجبت. يبقى القرين داعي فقط ولكن ليس له عليك سلطان، يعني ما يخليكش مثل تتكلم ما يخليكش الروح تروح تروح تقتل او تشرب خمر غصب عنك هو بيدعيك هو بيوسوس لك هو بيقنعك بهذه المساله الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هو دعاك وانت استجبت فعتيجي تقول لي بيتكلم عليا انت فتحت باب شر علينا فتحت باب شر على الناس فتحت باب شر على المعالجين صل تمام نطلع فاصل تفضل ايه <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وبعد. يعني نكمل حديثنا فمن يقول او من يدعي ان القرين يتحدث على الناس فيعني في بيضيع الناس كلها ليه؟ لان انت بتدعي ان القرين له عليه سلطان. أن القرين له حق أن يحرك لساني أن القرين له حق أن يحرك تفكيري أن القرين له حق أن يدخلني الجنة والنار عشان كده ربنا مش هيحاسبني عليهم القيامة أنت يا ربي جعلت لي قرين بيخليني يحرك لساني غصب عني أو يخليني ناكل أو نشرب أو ننام أو نحب أو نكره أو أو نمرض غصب عني هتحاسبني عليهم القيامة حاشا لله ان ان يظلم الله تبارك وتعالى احد، ربنا مش هيظلمك، مش عيب عليك حد يغصب عليك او 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 غصب عنك تعمل المعصيه او تعمل الذنب وبعدين يحاسبك عليه القيامه، لا ربنا جعل لك قرينك عشان خاطر يوسوس لك، انت هتسمع كلامه انت وهو في النار. انت مش هتسمع كلامه أنت في الجنه. فالقرين جعله الله تبارك وتعالى للوسوسه فقط طيب عشان قادر نفرق يا شيخ بين القرين وبين الجن لازم الناس تفهم ولازم الناس اللي بتعالج تفهم ولازم اللي راح يتعالج نفسه يفهم ايه الفرق بين الجن وبين وبين القرين يا مولانا القرين ده قصة والجن قصة تانية خالص عشان الناس القرين ده ابن ابليس ابليس ده جه منين اصل ابليس ابن الجان ونرجع لورا لاصل الخلق الاول الله تبارك وتعالى خلق ثلاث آه اشياء عقلاء وانزل عليهم الرساله الجن والملائكه والانس الله تبارك وتعالى خلق الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق الانسان من صلصال من صلصال يبقى ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجان من مارج من نار اي هبو النار او او الفحم بتاع النار او العويم بتاع النار وخلق الملائكه من نور الملائكه لا يعصون الله تبارك وتعالى ما امرهم ولا يتنكحون ولا يتنسلون هذه الملائكة ولا ينامون هؤلاء الملائكة طيب الجن خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار أصل خلق الجن فرد اسم الجان زي أصل خلق الإنس فرد اسم آدم أنا عايز الناس اللي هو عامي أو هو عنده بس شيء من جزء من الخبرة يفهم الكلام واللي هو بيعالج اوراق يفهم عشان خاطر ما يضلش او ما يدمرش نفسيه الناس الله تبارك وتعالى خلق الجان من مارج من نار مثل ما خلق ادم من طين ثم نفخ الله تبارك وتعالى في هذا الجان الروح يبقى اول فرد في الجن حد اسمه الجان والجان خلقناه من مارج من نار يبقى الجان خلقه الله تبارك وتعالى منين خلقه من مارج من نار حد اسمه الجان بس فرد اسمه الجان أصل خلق الجن كلهم الجان خلف الجن أنا عايز الناس تفهم الجان ده هو فرد أهو خلف الجن كلهم الجن ده هم تربينا نزلهم في الأرض عشان خاطر يعمروا في الأرض ربنا خلق نزل الجن في الأرض عشان يعمروا في الأرض كان من ضمن الجن ملك من الملوك اسمه إبليس زي ما كان في ملوك غيره كتير من ملائكة الجن أو من ملوك الجن مش ملائكة ملك من ملوك الجن اسمه إبليس الجن فسد في الأرض وسفك الدماء وشرب الخمر ويعني وقتل آخره قعد ألفين سنة في الأرض الله تبارك وتعالى أرسل الملائكة على الجن فأصروا من أصروا وقتلوا من قتلوا ثم ارسلوهم الى جزائر البحور الجن كلهم هربوا الى جزائر البحور الى يعني حواف في المياه او المحيطات اثرت الملائكه ابليس من ضمن الاسره من الجن يبقى ابليس ده مش اصل الجن ابليس ده ابن الجان وهو فرد من 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 من, من الجن ابليس لما طلع فوق ربنا وجد الله تبارك وتعالى خلق ادم ولم ينفخ فيه الروح فظن ان الله تبارك وتعالى قيد ملكه علشان خاطر هذا الخلق الجديد فابليس من سعدية طبعا ظل يعني يدخل في ادم ويخرج من انفه يدخل من انفه ويخرج من دبره حتى ظن انه انسان اجوف او مخلوق اجوف فالله تبارك وتعالى نفخ في ادم الروح وقال للملائكه اسجدوا لادم وكان ابليس من ضمن الحضور الذين حضروا قول الله تبارك وتعالى اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن يبقى ابليس منين ابليس من الجن ففسق عن امر ربه لعند اللحظه دي ما كانش فيه قرناء ما كانش فيه حد مقارين اصلا كان الجن بس كان الجان وخلف الجن وآدم ربنا خلقه لوحده بس ولسه الله تبارك وتعالى لسه نفخ فيه الروح وقال للملائكة اسجدوا وكان من ضمن الحضور إبليس عليه من الله ما يستحق فقال أسجد قال لا أسجد هذا خلقته من من طين وخلقتني من نار استكبر إبليس أن يسجد لآدم فقال الله قال لله تبارك وتعالى فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم من الوقت ده الله تبارك وتعالى جعل لابليس ذريه اللي هم القُرناء بدايه خلق القُرناء مع بدايه خلق ادم. ربنا خلقهم عشان خاطر يوسوسوا لبني ادم عشان يغو ابن ادم بس. طيب باقي الجن فين؟ يبقى هنا انقسم الجن لقسمين، قسم اللي هم ابليس واولاده وذريته والجن كلهم بارهم وفاجرهم ذكرهم وإناثهم كل الجن كبيرهم وصغرهم كلهم كانوا إيه كانوا حاضرين في الوقت ده هو على وجه الأرض فأرسل الله تبارك وتعالى وأنزل الله تبارك وتعالى آدم وحواء إلى الأرض وجعل معاهم القرناء يوسوسوا لابن آدم عشان ابن آدم لو سمع كلامهم أنا بنتكلم ببساطة عشان الناس اللي هي مش فاهمة تفهم الله تبارك وتعالى جعل لآدم في الأرض هو وحواء وجعل الله تبارك وتعالى معهم القرناء والجن في الارض مع بني ادم المسلم والكافر والفاجر والبار والكبير والصغير وكلهم مع ادم وحواء في الارض بعد كده الله تبارك وتعالى الجن ده هم اللي هم موجودين الله تبارك وتعالى نزل العلم اللي هو نزل مع هاروت الملكين هاروت وماروت الله تبارك وتعالى يعني للصحراء او الشياطين تعلموا من هاروت وماروت الملكين تعلموا منهم العلوم اللي هي علوم السحر وكان الله تبارك وتعالى أنزل هذه العلوم مش للسحر ولكن الشياطين كفروا وخدوا العلوم دي وايه وتظلوا يعملوا بيها السحر للناس يبقى الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون ديت لها لها كذا تفصيل، فهيجي واحد يقول لي اصل اصل القرين بس هو المشكله، او تيجي تقول لي الجن بس هو المشكله، لا المشكله مش في الجن بس ولا المشكله في القرين بس، المشكله في طلسم السحر اللي هو تعلمه او العلم الذي تعلمه السحره وعلمه وعلموه او تعلموه من ابليس عليه من الله ما يستحقه، يبقى هذا العلم هو السحر اي حد يجي يقول لي اصل يا شيخ ده القرين او الجن بس هو المشكله عشان كده هنقرا عليه ايتين قران وعن احراجه وعن إصعاقه بالكهرباء او عن إصعاقه بالنار او عن احراجه بآية الكرسي يبقى انت بتضحك على نفسك ومش فاهم يعني جن ولا فاهم يعني ايه ولا فاهم يعني ايه سحر تمام يبقى القرين خلقه الله تبارك وتعالى الوسوسة اما باقي الجن كان ابليس عليه من عشان هو قوي ابليس تملك على باقي الجن اللي على وجه الارض وابتدى يحكمهم بالسحر ويحكمهم بالقوه وكان من ضمن هؤلاء الجن يعني طبعا مرده اللي هم بي يعني يطيعوا ابليس فيما يقول والماء كل ساحر معاه مارد وكل مارد معاه قبيله من الجن بيخدموا الساحر اللي هو تعلم علوم السحر من ابليس وطبعا يعني يفرق بين المرء وزوجه وطبعا يفعل الامراض ويصنع الاسحار والطلاسم عشان خاطر يرتبط بجسم الانسان. طيب يبقى هنا هنعرف يعني ايه كلمه سحر ما هو السحر ده مش عباره عن جن او قرين بس طبعا احنا موضوع القرين ده احنا ليه لانه خلاص احنا كده وقفنا عند القرين ان القرين بيوسوس بس تعال ننتقل للقسم الثاني اللي هو الجن والجن ده منهم زي ما احنا قلنا منهم المسلم والكافر والكافر منهم ما بيتعبش من القران والقران ما بيتعبش حد والقران ما بيحرقش حد والقران ما بيحرقش انس ولا جن وانزل الله تبارك وتعالى القران وتكلم به هدى ورحمه وشفاء ما تكلمش بيه الله تبارك وتعالى ولا انزله عشان خاطر يحرجنا به او يعذب به الجن لو ربنا هيعذب به الجن ما كانش في حد من الجن امن بيه ولما النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعو الجن للاسلام الجن ما ده قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يبقى الجن ربنا خلق العبادة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا خالق الجن العبادة لكن الله تبارك وتعالى خلق القرناء اللي هم أولاد إبليس عشان يوسوسوا لنا لكن ممكن اللي يقدر يتحكم فيك ويقدر يغير كيانك ويقدر يخليك تحب او تكره ويقدر يخليك تمرض ويقدر يخليك يحركك زي ما هو عايز لو الجن لو الجن السحر هو اللي وصل معاك بطلسم سحر انه يقدر يجيب لك المرض او يضيعك غير القرين خالص عشان نقفل باب القرين يبقى ايه هو السحر؟ السحر هو علم يتعلمه الساحر من ابليس علم له اصول وقواعد ابليسي بيتعلم الساحر بيتعلم من ابليس السحر شفاهه 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 شفا شفا يعني بيقعد معاه كده ويسمع منه وتلقي بيتلقى منه العلم اللي هو بتاع السحر عشان خاطر يبدا يطبق هذا على المسحورين او الناس المسحوره. طيب يبقى الجن عشان واحد يقول يا شيخ طب هل الجن بيتلبس بالانسان المسحور؟ اه يتلبس بالانسان المسحور ما تلبسش ليه؟ ما هو الجن ده أصلا هو شيء يعني هواء ثقيل وخفي أنت ما تحسش بيه وهو يراك وأنت لا تراه والجن ربنا اداله قدرة على الحركة وقدر وسرعة الحركة واداله قدرة على التنقل واداله قدرة على التخفي واداله قدرة على حمل الأشياء واداله قدرة على الذكاء كل هذا أعطاه الله تبارك وتعالى للجن طيب يبقى الجن لما بيتلبس بالإنسان الجن ده أصلا هو زي ما احنا قلنا هواء ثقيل والله تبارك وتعالى الجن لما كان هو اصله من طين ومن من من مارج من نار ثم استحال على اصل خلقته فكان هواء ثقيلا فيتلبس بالانسان عشان في حد يقول لي اصل الجن ده من نار ما ينفعش يلبس الانسان الانسان من دم ولحم لا هو الجن دلوقتي مش من نار الجن هو هواء ثقيل لكن اصل خلقته من مارج من نار زي ما انت اصل خلقتك من طين انت مش طين دلوقتي انت دم ولحم زي ما الجن مش مش نار ولا مارج من نار هو هواء ثقيل لا يحرق الانسان اذا تلبس اذا تلبس به. طيب. الفرق بين اعراض المس واعراض اللبس. عشان بس ايه احنا عايزين نفرق بين المسائل دي, دي عشان الشبهه دي تروح من عند الناس واحد هيقول لي يا شيخ لا ده هو ربنا قال يعني في القران يعني على الا يعني ان الانسان بيتخبط كما يتخبط الشيطان من المس الذي ياكل الربا فواحد يجي يقول لي يا شيخ لا هو ربنا ذكر المس في القران بس انه يتخبط بيه بس يعني اللي بيتخبط انه كانه كان ربا او 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 يعني بيغير بيغير تفكيره او غيره لا هذا اسمه مس خارجي وده اسمه مس شيطان اسمه مس خارجي او مس شيطان اما المس الداخلي اللي هو اللبس او 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 اللفظ الدارج اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللبس اللي الجن بيتلبس او يلبس الانسان من الداخل تمام فيجي واحد يقول لي اصل الجن ما بيلبس الانسان من الداخل طب لو الجن ما بيلبس الانسان من الداخل هيقدر يحرك ايدي يعني هو مش لابس زوايا هيقدر يحرك ايدي هيقدر يحرك دماغي هيقدر يحرك لساني ده هو خارجي عني لو واحد يقول لي اصلا ما بيلبسش الانسان من جوه من الداخل طب ده هو خارج عني هو مش في ايدي عشان خاطر احرك ايدي طيب يبقى الجن هو هنا اللي له عليك سلطان ممكن يحرك مش مش سلطان يدخلك النار او الجنه لكن هو سلطان انه يحرك ايدك او يحرك تفكيرك او يخليك تحب او تكره او يخليك ترى الساكن متحرك والمتحرك ساكن طيب واحد يجي يقول لي شيخ طيب هو سيدنا موسى سحر؟ سيدنا موسى سحر؟ سيدنا موسى آآ 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 لن يسحر ولكن السحر أعين الناس فاسترهبوهم للسحرة سحروا أعين الناس ولكن سيدنا موسى خيل له أن الساكن متحرك والمتحرك ساكن هناك فرق بين بين الرؤية وبين داخل داخل العين أو أو الإنسان أو أو اليقظة اتصال ياخد حنان حنان ايوه معاك يا فندم السلام عليك اتفضلي عليك السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي السلام عليك يا شيخ انا سامعك اتفضلي والله سامعك يا حنان انت الشيخ ايوه اتفضلي سامعك ماشي انا تعبانه والله يا حضره الشيخ بقى سنين مش بنام خالص والله وعلى طول بحلم بحلم مزعجه لحد ما يعني في متهيج لحد كده هيعمل لي كيف انا هاخدك اوديك للجن كويس وانا ببقى خايفه جوا تمام وعلى طول معايا الطرف في المعده على طول وعلى طول عايز اعيط على طول ليل ونهار عايز اعيط طيب. جسمي ده بيتهز على طول انت متجوزه يا حنان؟ ايوه متجوزه بقى 15 سنه خلفتي؟ معايا اربع عيال ايوه طيب الدوره مظبوطه ولا بتلخبط؟ ملخبطه معايا وشعري بينزل بطوله صداع؟ صداع جامد جو ما فيش نوم خالص والله في الم في ضهرك من تحت لا من فوق ماسك الرقبه لحد راسي طيب على طول دايما تحس اكتر وقت بيتعبك مع دخول الليل من بعد العصر كده ايوه يا فندم انا بجري الليل كوا بتعبانه وعايزه اعيط ومش طايقه نفسي ولا طايقه البيت طيب في مشاكل بينك وبين زوجك على طول لا والله جوزي كويس يعني بس حاليا اللي يمدي دي تعبانه نفسيا جوا منه يعني طيب بص يا حنان هو كده في مشكله عندك يا اختي اما تجي لنا المركز هنا في القاهره يا اما تروحي المركز في جنه والاخ سعد موجود هناك هيعالجك ان شاء الله هترجعي وقتك الطبيعي باذن الله ماشي يا حضرتك تمام في القاهره يا في 6 اكتوبر هو آه العنوان العنوان التليفونات آه عندك واتصلوا يا اخوه ان شاء الله هيرد عليك وفاهمك طيب لازم الانسان يفهم يعني ايه جن ويعني ايه تلبس ويعني ايه قرين علشان خاطر نقدر نخلص المساله ديت ونقدر يعني نتفض منها عشان كل ما نقول يا جماعه القرين ما بيلبسش حد القرين ما بيتكلمش على حد واحد يطلع يقول لي لا ده القرين بيتكلم طب بيجي لي ناس في المركز يا ابني انت بيحصل معاك كذا يا بنتي بيحصل معاك كذا اه بيحصل معاه كذا كذا طب ايه انت بيحصل لك كذا ساعه كذا الاخر خالص نطلع بنتيجه ان قرينه هو اللي بيضغط عليها نفسيا بيخليها تعمل الكلام ده ويخليها تصوت وتزعج من القران والاخر تقول له والله يا شيخ انا والله فعلا انا بيحصل لي كذا ساعه ما نسمع قران بس طب يا بنتي هو القران متعب يعني انا عايز انا عايز الناس تفهم يعني يعني ربنا نزل القران عشان يتعبنا طب لو سمحتي اغاني تستريحي اه لو سمحت اغاني نستريح طب لو سمحت قران تتعبي لو سمعتي اغاني تستريحي يعني القرآن ربنا أنزله تعب طيب هنطلع من بعقيدة من عند الشيوخ إن القرآن متعب إن القرآن بيحرج خلاص ما نسمعش قرآن تاني عايز واحد يقول لي كمان شوية أصلا نقرأ قرآن وما أو ما نقرأش قرآن ولا قرآن ولا بنصلي عشان أنا معايا جن ما نصليش يبقى أنت كده ضيعت الناس وصلت الناس للهلاك لا الجن بيسمع قرآن زيك زيه الجن ربنا انزله للعباده او ربنا يعني ارسل عليه او انزل عليه العباده والتوحيد والاسلام زي ما انزل عليك الرساله والجن مامور بالعباده زيك زيه والجن فاهم وعاقل وبيفهم طب انت هتقعد تضرب في الجن وتعذب في الجن والجن يعذب في المريض ويوصل البيت يلبسه تاني او هو بيشتغلك ويقول لك انا طلعت وبعد كده يوصل البيت المريض يتعب تاني وبعدين يروح الشيخ تاني وشيخ ثالث ورابع وعاشر لما الانسان تي ال الناس تيأس وتروح لساحر بقى وبعدين تروح لكنايس وبعدين تروح لواحد ما عندوش واحد يديله ورقه زي ديت عشان خاطر برضه ادي اه والله ناس اهي والله ده عشرين سنه 20 سنه بتعالج 20 سنه عند شيوخ عشرين سنة بتروح للشيخ عشان الشيخ يعملها كذا 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 والنتيجة الآخر بيديها ورقة كل يوم الشطافي بورقة وكل يوم اعملوا ورقة وكل يوم خلي ورقة كل ده شر بيشربوهم اصحار وبعدين تيجي تعالج السحر الاساسي يتلاقي معاه خمس ست اصحار هو راح للشيوخ والشيوخ عملهم له بسبلة ان هو بيعالجه وهو بيعالج له سحر بسحر اقوى منه. ناخد عيد عيد استاذ عيد تفضل تفضل يا تفضل انا سامعك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. <تكلم> شيخ اشخراطي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخي انا مش عارف اوصل لك يا ديب بتاع كم اسبوع كده ليه انا عمرك عمّة؟ <تكلم> 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 تحت امرك يا عم اهو خليك ربنا يحفظك يا خليل تحت امرك عيد وقت التلفزيون وكلمني بالتلفون بقى عيد يا عيد ورحت للدكاتره يعني لا انا ما سمعتش حاجه من الاول تاني بقول لك يا ديب 10 سنين وبروح للدكاتره اقول التهابات في صدرك أيوه ايوه معاك معاك اتفضل عيد ادي له 10 سنين تعبان وبروح للدكاتره يقول التهاب مم. وبيحصل لي ضربات قلب سريعه و... وتنمله في الجنب الشمال كده وتعب وبعد ارجع على طول طب الدكاتره يقول لك ايه يا عيد بيقول لك كل ما اروح لواحد يقول لي التهاب التهاب طيب التهاب ده ملوش علاج يعني ما بتعالجش باخده العلاج اكن باخده ميه كده طيب في تعب في المعده عندك في تعب اكل اللقم اي لحمة اي لحم اي طبيخة السفر هو أعز من السفر على طول في صداع عندك على طول طيب لا مش بيجيني صداع كده طيب في كوابيس واحلام وحشه انا بيجيني بعد ساعه جاني مره حلم واحد كده تعبين بس تمام تعبين بس كده طب بتحلم مقابر يا عيد ها اه؟ بتحلم مقابر لا يا شيخ لا طب في حموضة وحرقان في صدرك كده ايوه في حرجان في البول لا حاجه لا بس بعد ساعه حموضه كده في توجل في جنابك هنا على طول كده توجل اه لا لا طيب بص عيد بس هو انا لما بعمل حاجه فتعب يعني ما اعمل مجهود يعني ايش كده وضربات قلب تبقى سريعه يعني انا بكلمك دلوقتي وضربات قلب تسرع بص عيد الله اعلم ان انت كده معاك سحر مشروب يا عيد والله والله فانت جينا ان شاء الله ونعالجوك ان شاء الله وتبقى تمام ان شاء الله باذن الله يعني موضوع بسيط معاك عيد يعني باذن الله يعني عشان برضو ما نكبرش الموضوع ليك هو موضوع بسيط معاك ان شاء الله ده اعراض سحر مشروب ويتعالج ان شاء الله بسرعه باذن الله. <applause> طيب آه يبقى الاصل الاصل في العلاج انك ان ما تقعدش تقول لي الجن بس هو المشكله في حياتي. الجن ده اضعف حلقه في علاج السحر والجن ده ابسط حلقه في علاج السحر. لكن اصعب حلقه في علاج السحر او اقوى مكان في علاج السحر هو طلسم السحر اصلا طلسم ده اللي هو دخل جسمك بمرض هو ده اللي دخل جسمك بمرض ان شاء الله هنبقى بنتكلم على بعد كده ان شاء الله ازاي الساحر بيكتب بلسم السحر ده وازاي بياخده من ابليس وابليس بيحطه في معدتك وازاي الجن بيحافظ عليه وبيخفيه بيدخله عالم الجن عشان خاطر الشيخ لما يجي يقرا عليه القران او 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 بيعالجك باي طريقه كانت ما يوصلوش دي دي علوم السحر بيتعلمها من ابليس ازاي نخفي السحر جوه جسم الانسان ازاي نوكله له ازاي نحط له مع اللعاب بتاعه يفضل دايما يقول لك انا بالريل وانا بالليل انا دايما رجع على طول عايز تف انا دايما عندي انتفاخ في بطني انا دايما عندي حموضه انا دايما عندي زي ما أقعد كان بيقول دلوقتي عندي نبض سريعه في قلبي ازاي انا عندي صداع على طول عندي التهابات في جسمي كل ده من ايه لأن الجين له مناطق ارتكاز في جسم الانسان إما الغضاريف بتاعة الإنسان أو إما المفاصل، دايماً تلاقي الجين يسكن في المفاصل أو الغضاريف بتاعة الإنسان، ودي بتكون نقطة ارتكاز له أو نقطة انطلاق ينطلق منها على هدفه اللي هو جاي له من عند الساحر، ولو كان السحر بعدم إنجاب أو ربط عند الزوجة يسكن في الرحم، وطبعاً بيدمر حياة بيدمر حياة الناس. طبعا عشان خاطر واحد يقول يا شيخ هو بيلبس ولا ما بيلبسش طبعا الله تبارك وتعالى يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان يتخبطه دي الدليل على ان الجن يتخبط من الداخل او الانسان يتخبط من الداخل لو كان الله تبارك وتعالى يقصد المس الخارجي لقال خبطه الشيطان من المس خبطه الشيطان مس اي كانك كانه يخبطه من الخارج لكن يتخبطه تزويد التأدية دليل على ان الله تبارك وتعالى يقصد والله اعلم بقصده ان التخبط يكون من الداخل زي مثلا نضرب مثال يقول لك مزق الشيء مزق الشيء غير تمزق الشيء تمام او مثلا فرق الشيء غير تفرق فرق غير تفرق مزق غير تمزق خبط غير تخبط، تخبط يبقى التخبط من الداخل، يبقى المس او اللبس من داخل الانسان نفسه وهو اللي بيحرك حياه الانسان من الداخل، اما القرين يساعد جن السحر على فعل السحر او يساعد جن السحر في المعلومات الذي ياخذها من المريض او على المريض عشان خاطر يساعد جن السحر ينفذ، يبقى الجن السحر ده قوي وذكي بيفهم يعني ايه قرين مع الانسان بيدخل معاه ويساله على كل كبيره وصغيره في حياه الانسان ده هو بيعمل ايه بينام امتى بيكره ايه بيحب ايه بياكل ايه بيشرب ايه كل معلومات عنده عنه وبعد كده الجن بيدخل جسم الانسان كانه شيء مريح وما يحسش بيه إنه هو لبسه ولا بيحس بتغيير في حياته غير بعد فتره عشان يحس ان الموضوع طبيعي ودايما بنقولها اي حد يحس ان هو لابسه جن يبقى يبقى اما واحده من الاثنين يا اما الجن او الساحر اللي عامل السحر ده ضعيف عشان ما ما يقولش اصل بيحضر عليا الجن وبيتعبني وبيعمل لي كذا كل ما كان السحر قوي او الجن قوي معاك كان الجن خفاءه اقوى يعني كل ما كان السحر قوي كان خفاء الجن اقوى عليك او كان عدم ظهوره لك قوي يعني ما يظهرش لك بسهوله او يعرفك ان انت ملبوس بسهوله عشان هو مش من ضمن اهدافه انك تعرف انه انك ملبوس عشان تروح تتعالج فيبدأ الجن يتخفى ويعني ويتوارى عن الأنظار وما يحسكش إن أنت معاك جن، لكن يعودك على أطباع معينة لما الأخر خالص تحس إن أنا طبعي ده، أنا طبعي بنتنرفز، أنا طبعي بنغلط، أنا طبعي مريض، أنا هنعيش طول عمري بالمرض، أنا يأست للمرض، أنا طبعي ما بنعرفش ننام، أنا طبعي عندي أرق، أنا طبعي ما عندي إمساك، أنا طبعي عندي مشكلة في المعدة، هو عودك على أطباع معينة وأنت بتقتنع إن أنت ده مرض عضوي عندك وان القصه بعيده عن الجن اصلا طب تيجي الواحد تاني يقول لك اصلا أنا سمحت قران يا شيخ تعبت زي ما الاخت اللي كانت عندي من السودان امبارح بقالها 20 سنه بتتعالج وبقالها 20 سنه بتسمع قران بتصوت وتصرخ وبقالها 20 سنه كل يوم زوجها يقرا عليها وكل يوم يحضر عليها الجن وكل يوم مش طالع وكل يوم هنطلع عن اللي مش طالع غير لما طلعك الاول هطلعك هنطلع مش هطلعك خلاص انا قاعد معاه فالنتيجه الاخر خالص لما قعدت معاها قالت لي صح نسمع قران انا هنصوت ونصرخ قلت يا بنتي مين اللي قال لك القران متعب مين اللي قال لك القران اصلا بيخلي حد يصوت ويتعب ويصرخ آه والله سمعنا من الشيوخ طب انت يا بنتي فيكي كده قالت لي لا والله يا شيخ انا بحب القران طب لما بتسمعي لما حد بيقرا عليه القران بتتعبي يا بنتي قالت لي ما نعرفش هو كده طب يلا اقرا يلا هنقرا عليك قران سمعت الرقيه عادي خالص ما فيش اي شيء اصلا طب ما انا عم اصلا يا بنتي هو الانسان عنده اعتقاد لو فضل في الاعتقاد ان القران متعب هيفضل طول عمره يموت على كده ان القران متعب وكلام ربنا متعب ودي حاشا لله لان كلام الله شفاء ورحمه انزله الله تبارك وتعالى شفاء منه شفاء لنا مصري مصري ايوه يا فندم أيوه محضور اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا عامل ايه ربنا يحفظك يا اتفضل دلوقتي والله انا عندي اختي انا عندي اختي متزوجه بقى لها دلوقتي حوالي شهر كويس داخله في شهرين او في اربع شهور تمام وباذن الله تعالى كده هو طول ما يجي جوزها يجي ناحيتها تغمى عليها م. الكلام ده بقى قاله دلوقتي حضرتك دخله في بحوالي اربع شهور كويس طول ما يجي جوزها يقرر عليها تغمى عليها، نودوها بيت جوزها كل شويه يغمى عليها وتنهار في الارض ما تسمحش حاجه من حد خالص. الشيوخ قال لك ده جن بقى. المهم ده احنا زهقنا. اه ولسه هتزهق تاني. اه وتلاقي والدو... خرابيش في رجليها من تحت وفي رقبتها وتشوف رجلين من غير جسد. بص يا استاذ مصري، انت منين يا استاذ مصري؟ أنا من اسكندرية حضرتك اسمي نصر أبو حلاوة بص يا أخ مصري بقى هو عشان برضو أنا مش مش هنبقى نساهم في إن نخرب بيوت يعني لكن لكن إن شاء الله أختك تتعالج وموضوع بسيط عندها خالص إن شاء الله نعالجوها بإذن الله موضوع بسيط جدا واللي مع أختك اللي مع أختك ده مو يا أستاذ مصري مش جن أمال إيه يا حضرتك؟ ديت هو أختك خايفة بس يا أستاذ مصري خيفة. خوف أه لكن لكن ممكن يكون معاه سحر لكن السحر مش من اعراضه دي يا عم مصري مش من اعراض السحر ان زوجي يجي جامعك تتعبي مش من اعراضه مش موضوعه ده الجن مش موضوعه ده اصلا ولا يظهر على حد ايوه ماشي عم احنا لسه دلوقتي بنقول الجني بيتخفى والجن بي 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 بيتوارى وما حدش يحس بيه هو ملبوس اه طيب اخر الجن عن عم مصري برضه عشان تبقى لو اختك سامعه الكلام ده اخر الجن خلاص لو هو الجن ربط او الجن دي يكون ربط الانسان زي ما جالي أخ من الصعيد امبارح بقاله له سنين بيقول لي ثلاث سنين قسما بالله وبرضه امبارح والله اخ من المنيا بقى له شهور برضه من شهر تسعه من شهر تسعه من شهر تسعه برضه ربط ولما عالجنا عالجناه كان المشكله عند الزوجه مش عنده هو وش هو بلف على الشيوخ عشان يعالجوه لازم نفرق بين الربط عند ال... عند الزوجه والربط عند الزوج الربط عند الزوجه اخر الجن خالص انه يحصل ارتخاء عند عند الرجل عندما يعني ياتي لزوجته سمعني يا عم مصري ايوه فندم اخر الجن لو الجن عند اختك يا عن عم مصري اخر الجن خالص ان الجن ان يعني زوج اختك يحصل عنده ارتخاء اول ما او ما مي يلبسها طيب. بس الموضوع ده يخلص ازاي يا مولانا تجيبها لي يا عم مصري بتجيبها لي اخ مصري انا من اسكندريه جيبها لي فين في اسكندريه انا انا في القاهره هنا والشيخ زلال هتلاقيه حد خميس في اسكندريه اه فين بقى في اسكندريه؟ في المعموره، خد الارقام عندك يا مصري وان شاء الله نعالجها لك يا مصري. وخليها تسمع الكلام ده عن مصر كويس، اخر الجن اللي هو في الرحم يا جماعه عشان الناس ما تتعبش، اخر الجن ان هو اول ما الزوج ياتي عند زوجته يحصل عنده ارتخاء في العضو الذكري، ما من ده. طيب لكن لا تتعب ولا رجليها تنجفل ولا تصوت وتصرخ ولا يغمى عليها ولا موضوعه ده اصلا. طيب عشان ما يفضحش نفسه طيب لو الربط عند الزوج او هو بعيد هو قريب عنده ارتخاء خلاص ما عندوش قدره على الجماع يبقى ده الربط عند الزوج نفسه نعرف ازاي نفرج لو الربط عند الزوجه ان يحصل عند الزوج ارتخاء اول ما يلمسها اول ما يلمسها يحصل عنده مشكله يبقى ده اللي نعرف نفرج بين الربط عند الزوج او الربط عند الزوج عشان الناس ما تتعبش نفسيا قسما بالله بيقول لي من شهر تسعه ولما عالجناه المشكله كانت عند زوجته وبعد كده الحمد لله جالي ثاني يوم قال لي شيخ الحمد لله انا بقيت 100 100 ما عادش في حاجه خالص بقى له بقى له ست شهور بروح للشيوخ وبلف وتعبان والشيوخ بيعالجوه هو وسايبين الزوجه وبعدين الزوجه بتقول اصلا انا ما عنديش سحر انا انا كويسه ما فيش حاجه اهو انا تمام انا يجمعني انا ما عنديش مشكله لا يا بنت المشكله عندك انت لما عالجنا الزوجه وكان حصل ربط عند الزوج برضه بعد لما راح للشيوخ عملوا سحر بسحر عالجنا الزوج برضه والمشكله انحلت والدنيا بقت طبيعيه ومفيش مشاكل خالص والاخ برضه بقى له ثلاث سنين نفس الطريقه وحصل معاه نفس المشاكل برضه لف على الشيوخ زوجته كل ما يجي ناحيتها يحصل عندها اغماء او تصوت وتصرخ او تكفر رجليها او الكلام ده كله وبرضه لما عالجناهم القصه انتهت وعاش حياته طبيعيه وهو ده السحر يا جماعه اللي هو مالوش قدره غير لما القرين قرينك هو اللي له قدره يوسوس لك بس عشان خاطر يضيعك وعشان خاطر يدخلك قصه الشيوخ وطبعا قصه الشيوخ اللي بيدخلها ما بيطلعش منها سليم انا بنقولها نصيحه ابعد عن الشيوخ بقدر الامكان يعني ما تروحش للشيوخ بقدر الامكان ابعد عنهم على قد ما تقدر ابعد ابعد ما تروحش لما يكون عندك مشكله مشكله موجوده ما تروحش تجرب نفسك ما ولا تروح تجربي نفسك حتى لو أخرت شويه في الزواج ولا غيره اصبري حتى لو انت عندك سحر عنوسه او غيره لو انت هتروحي تروح لحد يكون واثقه فيه انه ده مش هيعمل لي سحر بسحر ولا هيلبسني جين اقوى من اللي عليا عشان خاطر يخليني اتزوج جات لي اخت امبارح معاها سبع احجبه شايله سبع احجبه معاها دي ليا بنتي عشان قادر أصلا اصل, أصل عليا قال لي معاك دي تحويض هتحفظك وده يحفظك لما تطلعي بره وده يحفظك لما تنامي وده يحفظك لما تخش الحمام وده يحفظك لما تروحي مناسبه وده يحفظك وانت قاعده يعني في البيت وده يحفظك ايه ايه في ايه يا عم ايه في ايه انت فكر الجن ده او فكر الانسان ده ايه بالظبط اتقي الله في نفسك واتقوا الله في الناس ام احمد السلام عليكم يا فضلي. <applause> عليكم السلام ورحمه <applause> الله وبركاته حضرتك عامل ايه ربنا يا ام احمد انا عندي ظهري وجاني جدا ماشي بقالي اربع سنين تمام ماشي وحاسه زي ما يكون قالب صوب في ظهري ماسكني من ظهري وماسكني من عيني كويس وباجي في قبل رمضان في الايام اللي هي رجب وشعبان ورمضان بصوم بالعافيه كويس ماشي الظهر حاسه ان في حاجه قاعده على كتافي وعلى ظهري ماشي ورحت للشيخ قبل كده قال لي ده ماشي كويس وبتعالج منه والحاجه دي وبترجع تاني مم. مم. فان انا أوه تعبانه والنفسيه زي الزفت طيب انت مم. عندك تعب في المعده يا اختي؟ لا انا ما عنديش تعب في المعده صداع طيب؟ اه بيجيني صداع طب اكتر مم. وقت بتتعبي فيه في الثلاث شهور دول بس دول السنه تبقى كويسه؟ لا طول السنه ببقى تعبانه بس, بس اكتر بس مش... وقت آه اللي هو ده رجب وشعبان ورمضان وفي رمضان ببقى تعبانه اكتر طيب بصي يا اختي احنا كنا لسه هنتكلموا على حاجه اسمها الدوره الفلكيه يعني كنت هنكمل الحلقه آه. موضوع الدوره الفلكيه فاتصالك ده يعني هو آه. ان شاء الله نكمله بالحلقه بصي يا اختي هو في سحر معمول اسمه دوره معمول بدوره فلكيه يعني له مواعيد في السنه آه. بيكون اقوى من مواعيد ثانيه او له ايام في الشهر او له اسابيع آه. في شهر او او ساعه في اليوم بيبقى حاسس دوره فلكيه بمعمول على نجوم او كده فبيتعبك في وقت معين لازم تنضفي طالسه السحر من دمك كويس القصه مش في الجن معاكي كل ما تروح الشق هيقرا عليك ايتين هي قران وتروحي ويرجع لك السحر تاني او تلاقي الجن تعبك أوه. تاني لازم تنضفي طالسه السحر من جسمك كويس عشان القصه تنتهي من عندك خالص انا عايز اعرف ده سحر ولا مس اعراض س... لا مش مس المس ما يعملش الكلام ده بص يا اختي المس ده اخره خالص يا ام احمد انك تصلي ركعتين ب... 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 بيقين او تقراي الفاتحه أوه. بس ده اخر المس يا أوه. او او ترقي نفسك بشويه ميه تستحمي بيهم ده اخر المس ده ليه لان المس ده خارجي تمام اه امال اللي عندي ده ممكن يكون لبس بسحر يا ام احمد المس مش هيتعبلك لك يا ام احمد ولا هيتك على كتافك ولا يحسسك بالم المس يجلب تفكيرك بس ما هو ماسك التفكير وماسك الجسم ما انت بقى انت عندك الاثنين اهو بقى <تصفيق> <تصفيق> يبقى انت عندك لبس مأثر على الجهاز العصبي عندك تعبك جسمانيا وعقليا ايوه دايس على الجهاز العصبي ايوه أنا ما انا بنقول لك يا ام احمد رعشه ساعات ما اقرا قران ولا حاجه لازمني بكذا بتهز ازاي <تحزز> يا ام احمد ببقى قاعده كده اللي دي النتيجه اللي انت طلعتي عند الشيوخ يا ام احمد القران متعب ده اللي بنتكلم فيه يا ام احمد القران ما حد ولا بيهز حد ماشي انا كنت بسمع الخطبه بصلي في الجامع يوم الجمعه ترشيخ القران فصوته قوي جدا حسيت ان زي ما يكون حاجه بتطلع من ظهري مش هيطلع من القران يا ام احمد ولا يتعب من القران يا ام احمد اصلا طب امال هيطلع بايه يا شيخ لازم نعرف طلسم السحر نوعه ايه ونعالج طلسم السحر اللي في الدم الاول وبعد كده الجين يمشي لوحده يا ام احمد بالقران برضه بس لما نفك طلسم السحر بتاعه لكن طول ما في طلسم سحر مربوط جوه جسم الانسان مستحيل الجين يمشي بص لازم 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 الانسان يبقى فاهم لازم نعالج عقد السحر الاول اللي هي في جسمك في دمك وبعد كده عالج العرض اللي هو الجن الجن ده عرض مش مرض مش هو ده المشكله الجن مش المشكله المشكله فين في طالسم السحر اللي دخل دم الانسان الانسان كاله او شربه وبعد كده الجن تعلق بيه في جسمك وبعد كده مش هسيبك ويمشي زي ما كان الاخت عندي امبارح من من الجيزه تقول لي شيخ انا ما عنديش سحر ولا عندي الاسبوع اللي فات لا عندي سحر ولا عندي مس ولا عندي كذا ولا عندي كذا لكن انا كل ما بيجي عريس انا بنشوفه زي عفريت. طب يا بنتي ما انت عندك سحر اهو. استعرضت معاها اعراض سحر العنوسه لقيت الاعراض كلها عندها. طيب لا ده انا دكتوره انا مثقفه ودكتوره وما يعني ما في موضوع الجن والكلام ده. لما استعرضت معاها الاعراض لقينا عندها سحر ولقينا عندها مشكله وطب انت يعني انت عندك ارق وعندك كوابيس وعندك احلام كل ده عندك طب انت مستنيه ايه؟ ما عندك السحر اهو، عالجي نفسك من السحر، اوعى لا 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 الدين هيبعدك عن السحر لان النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سيدنا موسى يعني يعني برضه حصل له اللي هو تخيل وبرضه ستنا عائشه سحرت وكثير من الصحابه سحروا يبقى انت مش اكبر من دول دينا ولا انت يعني تكوني مثقفه عن اي حد الثقافه مش هتبعدك او انسانه متفتحه هتبعدك عن السحر، لا السحر ده مرض مرض محسوس بيدخل جسم الانسان غير عاقل لا يفهم المثقف من غير مثقف ما بيفهمش المتدين من غير المتدين، لكن قراءة القرآن والمحافظة على الذكر والقرب من ربنا بيضعف فعل الجن عليك، بيخليه مش عارف ياخد راحته، مش عارف يشتغل زي ما السحر جاي له، دايماً أنت بتقرأ عليه قرآن أو بتسمعه القرآن أو كده أو الآيات أو العظة بيشوف شغله كويس، لكن السحر معاك موجود في جسمك عمال يدمر في جسمك لما بيوصلك للموت وأنت معتقد إن أنت فيكش في سحر ولا ولا فيك شيء وطبعا ده بيوصلك اللي انت الاخر خالص زي ما الاخ كان عندي امبارح جالي متاخر لما الامراض كلها جات له جالي لما كان عند بقى عنده قنصر ولا عنده مشكله في الكبد وبقى عنده مشكله في الكلى وبقى عنده التهاب في المعده وبقى عنده مريء وبقى عنده كل ده من ايه استنيت ده كله ليه انتظرت ده كله ليه من غير ما تنظف ماده السحر من جسمك رجع ماده السحر من جسمك الاول هتلاقي جسمك ينتظم وتلاقي حياتك تمشي طبيعيه من غير اي مشاكل لكن هتفضل طول عمرك بتروح للشيوخ والشيوخ يدوك ميه مقريه او رقيه تستحمى بيها او او زعفران او زيت او 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 الى ده كله مهدئات للجن اه ضغط على الجن اه وبتهدي الجن اه لكن مش علاج ده انت بتعالج العرض انت سايب المرض زي ما هو اللي عمال ياكل في لحمك وجسمك وبتعالج في العرض عالج المرض الاول اللي هو جاب الجن دوت واعرف طلسم السح ده, ده ماكول ولا مشروب ولا معلق ولا مدفون ولا منفوخ ولا ايه بالظبط وبعدين عالجه وبعد كده هتلاقي نفسك والله في يوم واحد واحد يقول لي شيخ يعني انت تعالج السحر في يوم واحد اه عن ان شاء الله نعالجه في يوم واحد ليه؟ لان السحر ده بلسم جوه جسمك لو ربنا جواني نعرف بلسم السحر ده فين في جسمك وانت رجعته ونظفته من جسمك خلاص القصه انتهت وما عادش عندك مشكله في يوم واحد لكن عيب عندك شويه اشياء متعلقه على بوجود السحر في جسمك الفتره دي كلها دي تتعالج لكن انت اللي هترجع السحر في يوم واحد تلاقي جسمك فاج هتلاقي نمت كويس هتلاقي حياتك انتظمت في يوم واحد اه لما ترجع ماده السحر او تنضف ماده السحر دي من دمك هتلاقي نفسك حياتك طبيعيه جدا وما عندكش اي شيء طيب ايه اللي هيعطل ماده السحر انها تطلع يا شيخ او ايه اللي هيعطل ان نتعالج لما يكون عندك دوره فلكيه أو عندك دوره فلكيه للسحر وكل ما نروح للشيخ الشيخ يقول لي اصل السحر بيجدد اصل السحر بيجدد اصل السحر بيجدد هنطلع من عند الشيخ كلها اصل السحر بيجدد يا شيخ يعني مش هنخلص من السحر يا شيخ فالناس لازم تفهم اوعى تروح للشيخ يديك ورقه زي ديت اهي دي واحدة بس محمد معلش اوعى تروح للشيخ يديك ورقة زي ديت يعني يعني خلاص الوقت لكن ده اسحار اهي ادي كل ده كل يوم ورقة يشربها واللي يعملها واللي يخليها دي كلها اسحار من انسان واحد من شخص واحد بس هيشربوا الاسحار دي كلها انت متخيل كان انسان شرب ده شرب منهم ثلاثة فاضل دول انت هتموته ده انت هتضيع حياته وادي اهو اهي واحد ثاني اهو اوعى تروح لحد يقول لك ورقة اوعى تروح لحد يقول لك خاتم اوعى تروح لحد يقول اسم امك ايه اوعى تروح لحد يضحك عليك ويقول لك اصل السحر اللي معاك ما بيقلطش مفيش حاجه اسمها سحر ما بيتعالجش مفيش ما حاجه سحر سحر ملوش علاج كل الاسحار لها علاجه ابسط حاجه علاج السحر لو الشيخ اللي بيعالج معالج صح هيقدر يخلصك من ماده السحر ديت والموضوع يخلص من عندك طبعا عشان الوقت خلاص ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باذن الله حول هذه الشبه عشان نقدر نتعامل مع الناس نختم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك